خذ غير المرض اللي ديال علاقتنا بالصلاة، اللي غيكشف لك المرض ديالك في الصلاة هو القرآن. ملي سيدي ربي تيدوي على أهل النفاق كيقول لك وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، الله يفتح لك. طيب كتشوف راسك أنت مع الصلاح حالتك كي دايرة، ملي كيقول المؤذن الله أكبر كيفاش أنت داير؟ شتا تنوض ناشط؟ أنا ما كندويش على الكسل البدني، كندويش على التعب. راه بعض المرات الإنسان كيكون ضرب تمانة السم والهم الويل طويل ضربوا على قلبه ديال الخدمة بنهار، وتيتم جاي داخل في العشية عينيه تيطيحوا على بعضياتهم بالنعاس. مع ذلك ملي كيسمع المؤذن ديال العشاء تيقول الله أكبر ما كيقولش غنجبد عليها تا من بعد. قلبو تيهزو واخا البدن عيان لكن قلبو هزو. ما كندويش على هذا، أنا كندوي على الكسل ديال القلب، وأنك صحيح فصيح وعالف واكل ودير قيلولة، ناس دايرة قيلولة أنت داير غيبوبة فيقتل سبعة العشية وضارب قهيوة كحلة ومصحصح وكيقول للمؤذن الله أكبر، تتنوض ولا تيكملوا البيلانتي؟ تتنوض ولا تيضربوا كفرة؟ الميزان ها هو جاي، ها هو جاي عندك الميزان، الموسم ديال الماتشات غيجي، حيت كل قنت عند الموسم ديالو، هذا موسم كيعمر كل أربع سنين أمس، موسم ديال كأس العالم، ها الموسم جاي، شوف واش كنعبدوا الله ولا كنعبدوا حاجة أخرى.